trying to reach is not available. Please leave a message after the beep. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا خليك كول. زي ما انتم عارفين الفترة الأخيرة مرت علينا ظروف صعبة جدا في البلد، من ضمنها أحداث كثيرة عمرنا ما كنا نتخيل إن هي تحصل في الأوقات دي بالذات. بقى كل ذكرى أو كل عيد بنمر بيه، سواء كانت رأس السنة، كان العيد الصغير، أو كمان دلوقتي كمان بقى حد الخوص أو حد الزعف، بقت فيه ذكرى بنفتكر بيها شهداء مروا قدام عينينا كده في لحظة ان هم بقوا شهداء. يعني محدش كان يتصور ابدا ان يحصل في الوقت ده انفجار، يحصل في اليوم ده انفجار، يحصل ان في حد يتقتل. احداث كثيرة بنمر بيها، كل اللي احنا محتاجينه الفترة دي بجد ان احنا نصلي، كل اللي محتاجينه الفترة دي بجد ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نشوف احنا ايه اللي ناقصنا، هل احنا فين من ربنا، هل احنا عندنا جهل روحي، محتاجين ايه، محتاجين نسبح، محتاجين نصلي. النهاردة الحلقة بتاعتنا يعني بقول لكل شاب بيتفرج عليا دلوقتي، شوف انت فين من ربنا، اقف قدام ربنا وصلي له وقول له يا رب انا ممكن في اي لحظة اروح الكنيسة مرجعش تاني بيتي، ممكن في اي لحظة لازم اكون مستعد يا رب وانا بقابلك. هي دي الكلام اللي احنا المفروض نصلي له من دول. عشان كده النهاردة أنا حبيت إن الحلقة بتاعتي تكون حلقة بسيطة ولطيفة، هي حلقة تسبيح وترانيم. لما فكرت قلت مش هلاقي أحسن من المرنم الجميل، الصوت الرائع، الشماس الحلوة قوي، مينا قمص داود. مينا من الناس اللي هي أكيد سمعت صوتها في حفلات كتيرة في أيام كتيرة، لكن النهاردة الترانيم اللي هو مختارها لنا ترانيم تلمس روحنا، ترانيم تعيشنا في السماء. نشوف الناس دي يا جماعة لما استشهدت كده بقت عايشة في السماء وشايفة ايه وحاسة بايه حواليها، والقديسين نتمنى انه احنا كلنا نوصل للي هما وصلوا له ده، ونتمنى كلنا ان احنا نبقى واقفين في الكنيسة ويحصل لنا كده. خلوني بقى اكتر ان انا ابدا قبل ما يعني ما اقعد احكي كتير، نقعد نتكلم مع مينا شويه. ازيك يا مينا؟ ازيك يا مينا؟ مبسوطه انا شفتك، ربنا يخليك. نتقابل في ظروف احسن من كده ان شاء الله في حلقات تانية ان شاء الله. مينا في البدايه قبل ما نقعد نحكي في التسابيح والصلاه، قول لي بقى كده مين اللي اكتشف الموهبه اللي عندك اصلا؟ اولا بشكرك على المقدمه الجميله دي، وانا مينا القمص داود، شماس من وانا عندي 5 سنين او 6 سنين حكم والدي كاهن. بعشق حاجه اسمها كورال. انا يمكن دخلت مراحل الكورال كلها. دخلت حاجه اسمها ملايكه، كنا صغيرين. دخلت افا بافلي ده كان اعدادي، دخلت تيبر سينوس كان ثانوي، دخلت كورال اسومين ده جامعي. كملت في فتره الى ان استقريت في كورال اغابي، كورال قناه اغابي، ومعايا كورال تاني، كورال سوتوكوس طبعا ده مشهور جدا. بس فانا من زمان طبعا كان اللي شاف فيا البذره دي كان استاذ يوسف، كان استاذ هاني يوسف اسف، كان هو اكتر حد هو كان بينميني في الموضوع ده. وواحده واحده الواحد ابتدى يعلم نفسه يعني. بس انت يعني عايز تقولنا ان بابا مش هو اللي اكتشفني يعني؟ لا، بابا في حته الكورال لا مش ممكن يكون بابا يعني، مش قوي، بس كان في حته الشموسيه والالحان وكده لا ده الكبير بتاعنا يعني ده اساسي. ابونا داود وماركو انا برضو بيعلمني ياما يعني، ماركو اخويا الكبير برضو في الالحان، هم ممتازين في الالحان. بس لكن اتجه للكورال شويه انا واختي شيري الكبيره، برضو اكبر حد عندنا. هي ممكن تكون دخلت كورال، بس ماركو الحان شويه اخويا، وبابا طبعا كاهن. احنا اليومين دول بنمر بظروف يعني صعبه، بظروف يمكن ما حسناش بطعم العيد المره اللي فاتت. العيد اللي فات ده احنا ما حسناش بيه، ما حسيت ان انت لا انت كده مش ماشي، مش ده العيد اللي انا بعيده، ومش ده اللي انا بنزل اتفسح، مش ده. شايف ان احنا ممكن ازاي نوصل لان احنا نكون قريبين من ربنا؟
بص يا مارينا، انا شايف ان كل اللي بيحصل ده تدبير من ربنا فعلا، غفله يعني. يعني ما بناخدش بالنا بيدينا الم حنين، ده الم حنين انا شايفه كده. تاني حاجه، في ناس جاهزه وناس مش جاهزه، فهو بياخد اللي الجاهز جاهز وبيقرب اللي مش جاهز. وبيدي الارم للي مش جاهز. يعني دلوقتي ان انا جاهز اخده، لان هو جاهز النهارده مش جاهز بكره. صح. يعني اللي رايح الصبح ده، اعتقد انا اسف، هو رايح لسه بيور، ما لحقش يعمل اي حاجه. يعني اللي رايح الكنيسه حد الزعف ده الساعه 9 الصبح، انا اسف انا ما لحقتش اعمل خطيه وراح الكنيسه، انا رايح جاهز بقى، فهو خدني وانا جاهز، بس خلى اللي جنبي بدليل اللي فيه شظايا دخلت في حد جاهز، وجنبه في عمود حمى عنه. عجبني اول في حد اسمه كرولوس من المصابين بتوع طنطا، بيقول شويه كلام جميل. هو ده المصاب، يعني ده المصاب ده الوحيد اللي نجا من الموضوع ده، بيحكي كلام فظيع. فربنا ليه مغزى اللي هو يخلي كرولوس ده على قيد الحياه عشان يدينا يعوزنا ويقول لنا كلام. فده انا شايف دي ايه. طيب مسج يعني حلوه. خلينا قبل ما نحكي ونتكلم، خلينا نبتدي بترنيمه ونركب تمام، انا تاني. بحب ابتدي على طول بترنيمه انا محتاج لمسه روحك. تمام ماشي، نبتدي بيه. اوكي. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اذكر قلبي بحنانك وارويني. محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. ان كنت ضعيف قويني، ان كنت حزين عزيني، ان كنت خاطب رقني وشفيني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. الله.
تعيش. الله يمين. يعني خلينا ندخل لنقطة تانية، إن ربنا بيخبط على قلوبنا. تمام. ربنا يعني بيقول لنا انده عليا. عايزين بقى نقول ترنيمة سنده عليا. تنده عليا. تمام. سكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية، قربت ليا وببعدك يا إلهي، نار محبتك جوايا مطفية. تنده عليا وسكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية، قربت ليا وببعدك يا إلهي، نار محبتك جوايا مطفية. وتصرف انت يا ربي فيا، شيل الغشاوة من عيني، وتصرف انت يا ربي فيا، شيل الغشاوة من عيني، رجعني لي رجعني لي. من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني، من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني، والراحة فيك والراحة فيك. كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي، قلت قوي وقفت صلاتي وأقول كفاية. كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي، قلت قوي وقفت صلاتي وأقول كفاية. أرجع وأتوب الذنوب تجري ورايا، يا رب صلح لي العيوب خليك معايا، وتوب قلقت ايديك ايديا، وامسك ايديا. وتصرف انت يا ربي فيا، شيل الغشاوة من عيني، وتصرف انت يا ربي فيا، شيل الغشاوة من عيني، رجعني ليك رجعني ليك. من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني، من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني، والراحة فيك والراحة فيك.
مرتبه فعلا ان قد ايه ربنا بيندى علينا، قد ايه ربنا عايزنا، قد ايه عايزنا ان احنا نوصل له. ومهما كانت قلوبنا مطفيه، لا قلوبنا عايزها تبقى منوره. تمام. مينا انت دخلت مسابقه اسمها مسابقه ايه بقى؟ مسابقه اوف بافلي جود تالنت. المسابقه دي كانت معموله كنيسه الانبابوله، كان عاملها عندنا في الكنيسه كنيسه الانبابوله شبر الرخيمه. فكانت معموله اللي عجباني جدا ان هم عملوا الفكره بس فكره ترانيم، يعني عكس ما يكون اللي احنا بنشوفه طبعا في التلفزيون زي جود تالنت الحقيقيه يعني، بس فكره ترانيم ومسابقه شريفه ومنافسه شريفه. اللي هي كل واحد بيطلع الوزن اللي ربنا مديهاله والامكانيه اللي عنده، فدي كانت حاجه جميله يعني. والحمد لله خدت مركز اول. بس جيت في الاول، يعني كنت في الاول ما كنتش حابب اخش قوي، كانت جديده عليا ان انا ما كنتش حابب انضم يعني. غير كده حسيت ان انا يعني حسيت ان انا في ناس كتيره حقها تطلع وتبين اللي عندها. خلاص احنا عندنا الموهبه، فيعني غيرنا ممكن يكون انا واخد مكان يكون حد تاني ينور اكتر عني. ايه اللي الترانيم اللي انت كان نفسك تقولها وما قلتهاش؟ اسماء يعني. كان في ترنيمه اللي بعتز بيها جدا اسمها شروخ الماضي. انا من الترانيم اللي مين اتعرف بيها يعني. انا كمان ترنيمه شروخ الماضي دي بالذات دي كلمات جورج بنان، حد بيكتب حلو قوي وقايل فيها القاء. دي من الترنيمه اللي بتلمس قلبي وبتلمس قلب كل حد بيسمعها، واتقالت في توقيت حلو يعني. انا في التوقيت ده كان ممكن واحد كان صالح قوي يعني، او كان جميل قوي، او كان قلبه مليان اكتر يعني. كان نفسي اقولها بس في المسابقه حبيت اقول الترانيم اللي هي تعمل علامه. زي ايه بقى؟ يعني انا ابتديت بحاجه في اول دور خالص، الدور التمهيدي الاول، ابتديت بحاجه اسمها شخص سلبي. دي رباعيه مكتوبه، دي كلماتي والحاني اسمها شخص سلبي. فابتديت بيها، فحسيت الناس اللي كانت قاعده لا كانوا عايزين يسمعوا مينا في حاجه اشد من كده، لان هي كانت دقيقه ونص. فقالوا لي بص يا مينا، انت بالنسبه للموضوع ده انت اترقيت، اتاهلت لنص نهائي، بس مستنين منك الحاجه اللي اتعلم. بيني وبينك بقى خدت اسبوع عمال افكر ايه الترنيمه اللي ممكن اشد بيها. اخترت ايه بقى؟ اخترت ترنيمه اسمها تمثيل بارع. الترنيمه دي تحفه يعني. انا مش متذكر مين كلمات والحان وتوزيع مين، بس الترنيمه دي فعلا اي حد يسمعها تحفه، لان بتحكي كل الشخص، مخليها الشخص كده واقف حاكي كل حياته. دي خدت بيها نص نهائي وتأهلت النهائي. قلت التنمتين المقربين الى قلبي يعني اللي هما ايه بقى؟ ابنك انا والرب قريب. خدت ابنك انا. كان حد من لجنه التحكيم كان بيقول انت ممكن تبقى عندك تقول ترنيمتين مش شرط ترنيمه. فحبيت ان انا ابتدي بترنيمه ابنك انا. دي بحسها هتقولها لنا النهارده؟ انا مش محضرها بس ممكن نقولها، ما عنديش مانع. يعني لو ينفع نجرب حته صغيره، حته صغيره، كوبليه صغير، ما عنديش مانع. نقولها دلوقتي؟ ماشي، نقول حته صغيره. حاضر. يعني نحب نسمع كده ماشي. الناس سمعت ايه. خلاص انا ممكن اقولها من غير موسيقى لان الموسيقى مش معايا. نقول حته صغيره. ممكن نقول حته. راجع وضايع مني الامل، وانت يا ربي فيك الامل. راجع وضايع مني الامل، وانت يا ربي فيك الامل. مديلي ايدك اقبلني عندك، ده انا ابنك، ابنك انا. مديلي ايدك اقبلني عندك، ده انا ابنك، ابنك انا، ابنك انا. بس الخطايا شوهتني ابنك انا، بس الشوارع توهتني. وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ واقول لك
جاي لك انا ابنك انا، بس الخطايا شوهتني ابنك انا، بس الشوارع توهتني وسط الطريق وحدي يا ربي، فجأة لقيتني بصرخ واقول لك جاي لك انا. لا حقك تاخد مركز. معلش انا صوتي بس مجهد شويه. حقك تاخد مركز. ربنا يخليك. جميله جدا يا مينا. ربنا يخليك. ناوي تسمعنا ايه بقى؟ يعني احنا سايبين لك المجال. تمام. احنا ورطناك. لا لازم لا نعدل لا الموقف على طول. لا خالص. بحب تنميه ما تقولش الهم، شايف اللي هي دي ظروفها. اه صح، ما تقولش الهم. وهي تنميه معزيه اكتر يعني. صح. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. واطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مسدود، ويا ريت تناديله ولما تديله الشوك هيشيله وهيبقى ورود. واطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مسدود، ويا ريت تناديله ولما تجيله الشوك هيشيله ويبقى ورود. ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ليلك حي ما بينامش وما لهش حدود. يا سلام يا هناك طول ما وياك عايش جواك وعليك بيسود، لو كان مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود. يا سلام يا هناك طول ما هو اياك عايش جواك وعليك بيسود، لو كان مسؤول عنك على طول
الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود. انا بعتذر بجد صوت مجهد قوي فيعني لا احنا كفايه ان احنا اتكلمنا معاك. ربنا احنا بقالنا كتير دايما بنسمع صوتك في الحفلات نادرا ما بنعرف نتكلم. وانا بحاول انمي حته اللي انا اعرف اتكلم. انا فعلا كنت بتكسف اتكلم, ما كنتش بعرف اتكلم يعني يعني كان ياخدوني قبل كده في قنوات كنت اقول لهم لا ارنم انا يعني اقول بس زي برضو ما اعرفش اصلي. ما فيش حد ما بعرفش يصلي بس ارنم اكتر. يعني لو حد كان يديني في الكورال نصلي او في اجتماع يقولوا لي صلي أو ممكن اقول بيت وكورال من ترنيمة. بحس ان انا بوصل كلمة اكتر. ما في ناس ما بتعرفش فعلا تقول كلمات لربنا تصلي بيها لكن ممكن قلوبها تترفع انها تتكلم. يعني هي مش قادرة تقول تعبيرات تمام كبيرة من كنت لسه اقول لك انا شكيت في حاجة. شكيت ان الواحد لما يجي يصلي بيحاول ينقي الكلام الجميل الكبير اللي الناس تبقى قاعدة بتسمعه وتقول ايه ده الله ده, ده بيقول ايه ده بيجيب الكلمة دي منين ده بيصلي كده ازاي. اترى ربنا لا ده ربنا عايز يقول لك يا رب انا جاي لك انا خاطي اللي انت بتحس بيه كمان انا بحس تمام بيه. احنا احنا بعاد عنك احنا الدنيا واخدانا. احنا الالكترونيات دلوقتي خدتنا اكتر ما كنا الدنيا واخدانا. في الاول كان التلفزيون والكمبيوتر ياخدنا لكن دلوقتي الموبايل والتلفزيون والتويتر والفيس كل اللي احنا نعرفه. حاسس ان احنا اتخذنا في دنيا تانية مينا كشباب. يعني احنا عشان برنامج شباب برضو بنلفت نظر الشباب للنقطة دي ان احنا اتخذنا في دنيا تانية غير اللي احنا كنا الشباب الصغير. يعني عمرنا ما كنا بنسمع عن الموبايل غير لما بدأنا نوعى للي بيحصل. الموبايل كان بالنسبة لنا اختراع زمان. يعني دلوقتي حاجة حاجة ايه ده ايه الحاجة الموجودة دلوقتي انت بتشوفي برة صوت وصورة. ويعني انا ناقص انا شاكك الايام الجاية يبقى فيه لمس. يعني انا شاكك يعني عمله ده كله اللي خلاص ممكن نسلم على بعض بقى من الموبايلات. يعني انا شايف اللي احنا بس انا شايف التكنولوجيا دي لازم يبقى ليها سقف هتوصلنا بعد كده اللي احنا ممكن بقى ربنا هننسى نذكره على لساننا. يعني ممكن دلوقتي ممكن ما بنعرفش في من ناس في ناس يعني بس انت عايز تقول ان في ناس لسه ليها علاقه بربنا طبعا لسه الموضوع كمان وصل ان بقيت كبار كمان بقوا حتى الناس الكبيره اللي هي ما كانتش عمرها بقى عندها فيسبوك عندها موبايل كان نفسي يكملوا في اللي هم فيه بس هم حسوا اللي هو ما في مشكله بتقابلنا ايوه لا الصراع ما بيننا وغير كده غير كده دلوقتي انا في الاول كنت بقول لك تعالى احضر الاجتماع بعد كده لما تيجي تقول لك لا امشي وانا هبلغك على الواتس ما انت كده خلتني اللي انا يبقى لازم عندي فيس واتس وفايبر وحاجات تانية لكن انت لما كنت تيجي تقولي لا اشوفك او هتصل بيك اقول لك فده كان الموضوع لكن دلوقتي خلاص انت ارغمتني انا ككبير راجل كبير لازم اعمل الحاجه اللي اعرف اتواصل معاك بيه مظبوط صح هو احنا الدنيا واخدانا وربنا بيعمل المواقف اللي بيعملها دي بياخد ناس مننا بتعز علينا جدا تمام. بيخلي ناس كثيره تقضي العيد وناس مش معاها تاني عيد صدقيني على التوالي كده بس هو ربنا يعني حتى لسه كمان من كام يوم احداث سانت كاترين اللي برضو الموضوع ما كانش حد يتخيل ان دير سانت كاترين المنطقه كمان بعيده عن شمال سيناء من جنوب سيناء احنا ربنا بيفوقنا تمام. احنا عايزين نفوق واسفه ان الترانيم صغيره يا جماعه بس اكيد انا كان نفسي اتكلم مع مينا اكتر ان نقعد ندردش اكتر انتوا كمان تحسوا باللي احنا حاسين بيه ان احنا عايزين نبقى ايه عايزين نوصل لربنا اكتر عايزين نفوق اكتر اللي ما بيصليش لا جرب صلي النهارده صلوه صغيره مره في مره تتعود ان انت تقرا حاجه كبيره من الانجيل تقرا شويه مزامير كمان احنا فعلا مفتقدين ان احنا نبتدي احنا كشباب لا في ناس كتيره قوي واقعه في ناس كتيره جدا يمكن انا اقولكم انا واقعه بس انا من النهارده لا اتفقت مع نفسي وبتفق معاكم انتوا كمان لا ناخد خطوه يا شباب ناخد خطوه نبتدي بحاجه بسيطه مره مع مره هنبقى حاجه قامه حلوه زي ما بيقولك كده في الصلاه تخصب بالغصب الاول تعود بعد كده تمتع احنا عايزين نوصل للتمتع بشكركم على استماعكم النهارده الحلقه بشكرك كمان على وجودك معايا النهارده ربنا يخليك وانا كنت مبسوطين جدا باللي احنا اتكلمنا فيه ومبسوطين كمان بالترانيم الحلوه اللي احنا سمعناها في ترانيم اكتر في حلقه تانية ان شاء الله تصبحوا على الف خير وسعاده تحياتي معكم مارينا عاطف خليكم
not available. Please leave a message after the beep.